إذن سيكون معنا عبر خدمة سكايب محمد طفياني، مدير مركز شوشوة لتربية الخيول. مساء الخير، رمضان كريم سيد محمد طفياني. السلام عليكم، مساء النور، رمضان كريم وصحة فطوركم وسعيد بتواجدي معكم. شكرا. ربما الشيء الأبرز الذي يشدنا حين نشاهد وثائقي قناة الجزائر الدولية هو فكرة أو إحساس التملك، يملك يعني المربي الخيل للخيل. ما هذا السر الذي يجعل من صاحب ولا من مربي الخيول أن يتسم بهذه الصفات تجاه خيله؟ قبل ما نبدأ الأخت الكريمة، كاين حديث شريف: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الدين. يعني من انطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف نعرف القيمة الكبيرة اللي كانت يعطوها حتى الدين تاعنا لمجال تربية الخيول من خلال مختلف الآيات أو الأحاديث اللي كانت تطرق لهذا المجال. مثلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. حديث كذلك: عليكم بإناث الخيل فإن بطونها عز كنز وظهورها عز. كل هذه الأحاديث تثبت مدى أهمية ومدى حب مجال تربية الخيول على المستوى العالم وخصوصا على المستوى الوطني. من خلال هذا نعرف باللي احنا في الجزائر القيمة تاع الخيل عندنا يعني كبيرة كبيرة لدرجة ما تخيلش. حتى وإن يصبح كل الاهتمام اللي يكون عندك رايح يديها الحصان هذا لما تكون في علاقة به، يعني لازم توكلوا تشربوا يعني نعم. تراقب الحالة الصحية نعم مفهوم. وتناولنا هذه الفكرة حقيقة بإسهاب في الوثائقي. ربما سؤال أخير: ما هي الجهود حقيقة والرسالة، يعني في رسالة واضحة، الجهود من أجل حماية هذا الموروث ومن أجل توزيعه عبر كامل ولايات التراب الوطني وعلى أن لا يقتصر في مدينة تياتر مثلا فقط؟ شوفي الأخت الكريمة، احنا ما لازمش ننساو باللي ما زال الحصان الآن في أياد أمنة. ما ننساوش باللي السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على رأس القطاع اللي ننتمو له مشكور جدا وعنده نظرة بعيدة المدى لمجال تربية الخيول، بأنه حكم أنه هو ابن القطاع، يعني كان في مناصب عليا في مجال تربية الخيول، منها مدير شركة سباق الخيل، منها مدير الديوان الوطني. يعني كل هذا المناصب أعطته نظرة كبيرة في مجال تربية الخيول. حتى من بين التعليمات والتوصيات الأخيرة للسيد الوزير فلاحة كان بالمحافظة على السلالة البربرية الأصيلة. يعني ما نخفيش عليكم بأن الجزائر لا زالت بكل الجهود اللي تكتسبها تحافظ على السلالة هذه النقية الصافية 100%. وخير دليل على هذا وعلى ما نقول هو مشاركة الجزائر في مختلف الفعاليات الدولية في مجال تربية الخيول خصوصا الحصان البربري، حتى في دول الجوار وأشقاء جوار. يعني كنا نروحوا عندهم في مناسبات ومنافسات هما يقدموها، وإحنا نحتلوا المراكز الأولى في مجال الحصان البربري، وهذا دليل على قوة هذا الحصان. نعم بالطبع بالطبع، هو دليل كبير على الاهتمام اللي تثنيه الدولة على مجال تربية الخيول. فيما يخص الشوشوة، الشوشوة لازالت قائمة ولازالت يعني المهمة صامدة، وهذا طبعا بفضلكم السيد مدير مركز شوشوة لتربية الخيول. حقيقة لضيق الوقت ربما كلمة أخيرة. نعم تفضل. كلمة أخيرة أنه مجال تربية الخيول مجال مفتوح على الجميع. نتمنى ان شاء الله انه المربين يعني يخرجوا من مجال تربيه خيول ذات سلالات غير اصيله للسلالات تربيه السلالات الاصيله الجزائريه والتطوير في مجال تربيه الخيول.